والله لحد الآن لا أعرف السبب الرئيسي، ولكن يعني التنافسي بأربع شركات يعني لا يمكن قبوله هذا في حالة يعني في حالة يعني نظام وزارة الأشغال كذلك. يعني يجب أن يكون لا يقل عن في 12 متنافس حتى لا يكون في هناك أي يعني اتفاقيات ما بين الأربع شركات أو ثلاث شركات. فلذلك عنصر التنافس يعني انتهى بالموضوع هذا، فلذلك شفت الأسعار ارتفعت كثيرا ووصلت إلى 39%، وهذا غير مقبول. الأمر الآخر وأعتقد أن سبب هذا هو المطار عمل بشكل ثلاثي، والشكل الثلاثي هذا نبهنا عنه ان هذا الشكل الثلاثي يعمل دائما في الحقبه الماضيه في الثمانينات. يعني اكو دول عملت الشكل الثلاثي حاولت توسيعه ولم تستطع، والكويت الان تعمل الشكل الثلاثي هذا اللي كان يعمل في الثمانينات. ولكن لو تلاحظ جميع مطارات العالم الان هي طريقها بالمستقيم، حتى اي اضافه اي توسع مستقبلي يكون سهل عليهم. والكويت طبعا حكرت نفسها في هذا التصميم كذلك. إذن ماذا تعتقد يعني سيحمل رئيسي. طبعا أو ستحمل الأيام المقبلة لهذا المشروع؟ هل سيعاد طرحه؟ يعني سمعنا بأن الكويت ماضية قدما منذ نهاية العام الماضي بخطط التنمية والمشاريع، والحديث عن طبعا مشاريع ب 45 مليار دينار كويتي على مدى السنوات الخمس المقبلة. هذا أول مشروع تنووي، ويعني نصل إلى هذا النهاية. ما هي توقعاتك لإعادة الطرح لهذا المشروع؟ هو طبعا راح يطرح المشروع هذا، ولكن آمل أن يتم تغيير حتى التصميم. المصمم العالمي اللي صمم المطار هذا أنا أعتقد وحسب رأيي الشخصي أنه ما ليس لديه خبرة في بناء المطارات. لو تلاحظ أن جميع مطارات العالم تختلف اختلافا كليا عن مطار الكويت الآن الثلاثي الموجود، حتى سهولة دخول الطيارات يعني يكون صعب جدا عليهم. فأعتقد أن الطرح راح يكون يعني يا أن تصميم جديد يصمم حسب المتطلبات الموجودة والمواصفات الموجودة وتغيير المواصفات هذه، طبعا 100% انه راح يطرح مرة ثانية، وسوف يطرح اعتقد تكون على شركات كثيرة جدا يعني.